Live to Give. ISOD, International Scientific Organization of Dentistry. أول منصة علمية متكاملة لكل طلاب وخريجي طب الفم والأسنان من كل مكان في مصر والوطن العربي. فاحنا بنقدم محتوى علمي وعملي ضخم ومتميز لأساتذة طب الفم والأسنان في مصر والوطن العربي. وده بيكون من خلال أكبر المؤتمرات العلمية أونلاين لأكثر من 18 دولة عربية. وكل ده بيكون على صفحتنا على الفيسبوك Live to Give. وكمان بنقدم أكبر داتا علمية مجمعة من كل الجامعات المصرية والكورسات المتميزة وكل اللي بيحتاجه أي طبيب أسنان عشان يطور مهاراته. وهتقدر توصل لكل ده عن طريق البوت الرسمي على التليجرام. وفي الأيام دي بنقدم لكم النسخة الرابعة المجانية من أول وأكبر مؤتمر أونلاين للعروض الحية والحالات العملية Empower Your Knowledge Free Online Dental Conference. نقدم ليكم من نخبة من كبار أساتذة طب الفم والأسنان في مصر والعالم تحت شعار خليك updated لكل أطباء الأسنان وطلبة الجامعات في مصر والعالم. بنقدم لكم أكثر من 40 محاضرة متميزة في جميع مجالات طب الفم والأسنان: Basic Lectures, Advanced Lectures, Live Demo, Clinical Cases. وبدايتنا هتكون من 14 سبتمبر إلى 24 سبتمبر، وهيكون في هدايا وسحوبات يومية كتير. Powered by ISOD. Live to Give. خير الناس أنفعهم للناس. معنا في النسخة الرابعة من مؤتمر Empower Your Knowledge Free Online Dental Conference. نقدم لكم دكتور ماجي هاني CEO Special Care Center Egypt Quality and Infection Control Specialist American University in Cairo Member in International Association for Disability and Oral Health UK Member at Special Care Dentistry Association USA في محاضرة بعنوان Special Care Dentistry. مساء الخير، السلام عليكم. أنا مبسوطة جداً أن أنا النهاردة معاكم. أنا دكتور ماجي هاني Special Care Dentist من مصر from Egypt. النهاردة هنتكلم عن إيه هو Special Care Dentistry، وأنا نقتص بالفكرة قوي 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 في مصر. كمان إحنا هنقسمها Part 1 و Part 2 لأنه في دكتور هبة من السعودية هتشرح لكم Part 2 عن Special Care Dentistry. Special Care Dentistry هو ديبارتمنت مختلف أو ديبارتمنت مستقل زيه زي الاندو، الكراون، الأوبريتيف. فهو برضو يعتبر separate department، يمكن لسه مش موجود كتير في مصر، ويمكن لسه ما نعرفوش، ويمكن لسه مش في undergrad ومش في postgrad، بس احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ندخله. النهاردة هنتكلم بشكل عام ايه هو Special Care Dentistry، وهقول لكم شويه تيبس ازاي نستخدمها. تعالوا نشوف الاوتلاينز بتاع النهارده. الاوتلاينز النهارده هنتكلم على سبيشال كير دنتستي او ايه هي السيرفيسز اليونيك اللي سبيشال كير دنتستي بتقدمها. تاني بورت في اللكتشر هنتكلم على تيبس هاو تو كوميونيكيت وذ ديسابيليتيز.
ثالث جزء هنتكلم على clinical case about autistic child. طيب أول حاجة إيه هي special care dentistry أو إيه هي ال unique service اللي special care dentistry بتقدمها؟ أنا بس عايز أسألكوا سؤال أول، هل إحنا نعرف إيه special care dentistry دي إيه هي؟ يعني إيه طب أسنان للرعاية الخاصة؟ طب يعني إيه كلمة طب أسنان للرعاية الخاصة طب في مصر؟ طيب قد إيه percentage بتاعت ال disabilities أو الناس اللي هم ذوي قدرات خاصة موجودين معانا في مصر؟ حد يعرف مثلا او يتوقع، او حتى يمكن عشان احنا دلوقتي مش لايف قدام بعض فانا مش هقدر اكيد اشوفكم، بس تقدر تتوقع احنا عندنا كام حد ديسابل في مصر؟ طيب في المدينة اكتر ولا في الريف اكتر؟ كنا دايما نسمع انه مثلا لا متهيألي في الريف اكتر لانه بيتجوزوا قرايب مثلا، مثلا عندهم low medical services فبالتالي اكيد الديسابلتي عندهم اكتر. فدي كلها شوية أسئلة كده، بس مجرد أنها تفتح عينينا أنا حابة أن أنا أقول لكم شوية إجابات عن الأسئلة دي. أنا كان نفسي قوي أكون سمعاكم وأقدر أن أكون interact، بس للأسف المرة دي عشان هتبقى أونلاين. طيب يعني إيه كلمة الأعاقة؟ طيب في كام بيرسنت عندنا في مصر special needs؟ البيرسنتج للأسف بقت كبيرة جدا، الناس اللي بتحضرنا من كل الدول العربية أو حتى من بره، احنا تقريبا في مصر almost 100 مليون شخص، احنا شعب كبير شوية او شعب كتير. اوكي تقريبا احنا عندنا من 12-15% special needs في مصر، دي percentage كبيرة جدا، احنا نتكلم تقريبا في 15 مليون شخص عنده اعاقة من كل الاشكال اللي احنا النهاردة هنشرحها. تقريبا 15 أو أكتر كمان، وأنا شوية في السلايدز هقولكو هوريكو بارت من مركز الإحصاء بيقول قد إيه إن إحنا عندنا برسنتج في مصر. طيب هل في المدينة زي ما أنا سألت ولا في الريف أكتر؟ هي المفاجأة في الموضوع كله إن هم اكتشفوا إنه في المدينة في برسنتج أعلى كتير جدا ديسابيليتي. طيب إزاي؟ يعني عملوا بحث كبير قوي إنه ازاي يكون في المدينه في سبيشال نيدز اكتر من الريف، رغم انه في الريف احنا قلنا ممكن يكون في لو ميديكال سيرفيسز، ممكن يكون في الناس تتجوز من قرايبها، ما فيش وعي ثقافي اكتر. طيب ايه بقى السبب الرئيسي ان هم لقوا انه في المدينه في نسبه ديسابيلتي اعلى؟ وهي انه اكتشفوا انه كل ما الميديكال سيرفيس عليت وكل ما التكنولوجيا عليت الشخص بقى فيه نسبة disability أعلى. طيب does it make sense؟ إزاي؟ اكتشفوا إنه إحنا لما مثلاً زي مثلاً الدكتور بتاع النساء ولد الطفل والطفل ده مثلاً طلع إنه هو مثلاً مات في النص أو اتخنق أو حصل له أي حاجة، بسرعة جداً لو إحنا عندنا حضانات جاهزة وتكنولوجيا عالية وميديكال سيرفيسز عالية، على طول بيقدر ان هو ينقذ الطفل ده ويبدأ ان هو الطفل ده يعيش تاني ويقدر ان هو يعيش حياته مرة تانية. طيب بس الفكرة بقى هنا في ايه؟ في انه في الخمس دقايق او في الدقيقتين او في الدقيقة او في الثلاثين ثانية حتى، انه الطفل ده الاكسجين اتمنع عنه حصل له disability. يا ترى الاكسجين ده اتمنع عنه مثلا في ناحية المخ، طيب في البصر، طيب في الجزء المسؤول عن السمعي، طيب في الجزء المسؤول عن الحركة. ومن هنا بتيجي فكرة الديسابيليتي. يعني ايه؟ يعني بتيجي اول وانس ان هو الطفل اتمنع عنه الاكسجين مثلا لمدة 30 ثانية، ال 30 ثانية دول احنا مش بنكون عارفين هم اتأثر بيهم ايه او في المخ اتأثروا في اني جزء بالظبط. كمان بعد شوية بيبدأ بقى ده يبان على الطفل ويقول انه احنا نسبة الاكسجين قلت مثلا في الجزء في المخ المسؤول عن الحركة، فيبدأ ان هو مثلا يتشخص سي بي او يتشخص ان هو سيريبرال بولسي او عنده شلل دماغي، او مثلا يكون حصل له نقص اكسجين مثلا في اي جزء من المخ اللي هو مسؤول عن الثينكينج او عن الكرياتيفيتي، وهنا بيبقى اسمه منتل ديسابيليتي، او ان هو بيبقى يكون شخص عنده بس اعاقة ذهنية، يعني مش بيكون بطيء الفهم او قليل الفهم، او بيكون ان هو عنده ضعف في الفهم
مش بيكون يقدر يستوعب يعني بيكون العمر نموه العمري مش ماشي مع نموه الدماغي. خلونا نبدأ زي ما انا قلت لكم ايه هي disability in Egypt، ازاي ان احنا نعرف يعني ايه كلمة الاعاقة، يعني ايه كلمة disability. طيب how many disabled people in Egypt، انا زي ما قلت لكم هوريكم سلايد، دي متاخدة سكرين شوت من المركز الاحصاء هنا في مصر. طيب هل في لينك ما بين الديسابيليتي والاورال هيلث، يعني هل يكون انه اي شخص معاق او اي شخص ذوي قدرات خاصة او اي شخص اتيبيكال عنده ليه علاقة الموضوع بالاورال هيلث ولا لا؟ خلونا نشوف ايه هي الديسابيليتي او ايه هي الاعاقة ان جنرال. دي الامبريلا، يعني هي بتبقى حاجة كبيرة جدا جواها حاجات كتيرة قوي، عشان كده سبيشال كير مش بس مجرد ان هي فور سبيشال نيدز. دايما يقولوا لي ايه دكتور، يعني انت ازاي تاخدي المجسفة بتاعك ان انت تفتحي سنتر كامل فور سبيشال نيدز؟ لا، هي سبيشال كير دنتستري مش بس فور سبيشال نيدز، وده اللي النهارده هنتعلمه مع بعض وهتكمل عليه ان شاء الله دكتورة هبة باستفادة اكبر. تمام، فيبقى ايه هي زي ما احنا قلنا ايه هي disability، هي umbrella term covering impairments، يعني اي حاجة فيها اعاقة او بتعوق الشخص ان هو يعمل الاكتيفيتي بتاعته اليومية، او ان هو يكون عنده participation restriction. يعني ايه؟ يعني انا مقدرش اعمل اكتر من الجزء ده، مقدرش مثلا امشي اكتر من الخطوة دي، مقدرش اشارك بالحاجة دي اكتر من الحتة الفلانية. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه، طيب ايه هي الامبيرمنت ان ا بروبلم ان بودي فانكشن ستراكشر زي الفيزيكال، هنشرحها بتفاصيل، سوشيال، سنسري، ميديكال، منتال، ايموشنالي، او كومباينيشن ما بينهم. وعلى فكره التعريف بتاع الديسابيلتي ده مش تعريف سبيشال كير دنتست، ده تعريف ال WHO عاملاه فور ديسابيلتي او فور الاعاقه ان جنرال. يعني ايه كلمه الاعاقه؟ يبقى زي ما احنا قلنا، يبقى هو impairment a problem in body function او في الستركتشر بتاع physical, social, sensory, medical, mental, emotional، او ممكن يبقى خليط ما بينهم. عشان كده ممكن دايما تلاقي مثلا ايه يقول لك ايه، احنا بشكل مبدئي هنشخصه مثلا اوتيزم، لكن هو عنده اوتيزم وعنده مثلا شوية هايبر اكتيفيتي. طيب زي ما قلت لكم انا دي ده تاني سؤال انا واخد الريفرنس ده من Ministry of Development and Planning Statistics. تمام، بصوا اسمعوا بالضبط الكلام المكتوب ايه. تمام، وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء وفقا للتعداد السكاني الذي أجراه العام الماضي، على فكرة هي بس دي قديمة شوية لكن في واحدة كمان أحدث فيها برسنتج أعلى، فإن ذوي الاحتياجات الخاصة يشكلون نحو 10.67 من إجمالي عدد السكان، وهكذا تزيد نسبتهم في الحضر يعني في السيتي أو في المدينة على الريف، حيث يتمثل نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحضر مصر 12.2 من إعداد الإجمالي للسكان مقابل 9.7 بالريف. وده بيأكد زي ما قلت لكم أنه قد إيه أنه في المدينة بيكون في نسبة برسنتج على كتير for disability عن الريف، زي ما احنا او عكس المعتقد اللي احنا كنا دايما داخلين بيه. طيب هل في link created ما بين الconcept بتاع special care او الconcept بتاع disability والoral health؟ yes definitely في link مهم جدا وقوي جدا 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 من السبيشال كير وما بين الاورال هيلث، وده هنعرفه مع بعض سواء في بارت 1 معايا او في بارت 2 مع دكتور هبه. تمام، طيب ليه يعني ازاي يكون في لينك ما بين سبيشال كير والاورال هيلث؟ اولا في بتبقى ناس كتيره جدا مثلا عندها ابليبسي، ده اللي هو عنده شخص عنده كهرباء زياده او عنده درجه من درجات الصرع. الشخص ده بيبقى عادي جدا وما عندوش اي مشكله، بس المشكله ان الدواء اللي بياخده علشان يعالج الصرع ده بيعمل هايبر جينجيفال. يعني ايه؟ يعني بيخلي الجينجيفال
بتبقى سميكة جدا، فبالتالي بتربي كالكلس اكتر، وبتحاول بنحتاج جنجيفكتومي كتير جدا، وبتبقى بشكل مستمر. برضو اي حد ديسيبل بيبقى صعب جدا ان هو يغسل براشنج تيث، او ان هو يحافظ على الاورال هيلث هايجين بتاعه بشكل مظبوط وبشكل بيرفكت، زي ما احنا مثلا بنقدر نعمل ده، نغسل سلاننا، نعمل ماوث ووش، دنتال فلوسنج اند سو اون، ونمشي على دايت مظبوط. احيانا الشخص الديسيبل مش بيكون عارف يعمل ده، لان هو ممكن يكون عنده اعاقه زي ما قلت جسديه او اعاقه منتل، فبيبقى ده بالنسبه له الاورال هايجين بيبقى بالنسبه له صعب ان هو يعمله، او بيبقى صعب حتى على البيرنت او الكير جيفر ان هو يعمله. طيب ممكن يكون اصلا الشخص نفسه بيبقى عنده مشاكل كتيره جدا جدا تانية عن فكره الاورال هيلث، يعني مثلا الداون سيندروم بيتولدوا اوريدي عندهم ثقب في القلب، فبيبقى اول لما الام بتعرف انه او الدكتور بيعرف انه هو الولد اللي هو اللي اتولد دلوقتي ده عنده داون سيندروم، اول حاجه بيفكر فيها بيفكر في القلب، انه تكوين القلب بتاعه مظبوط مش مظبوط، لو مثلا عنده ثقب بيبقى ده حاجه اسمها لايف ثريتنينج. يعني احنا بالنسبه لنا في اولويات بالنسبه للولاد، المخ، القلب، دي حاجات، او الصدى او الريسبيراتوري سيستم، ان دي حاجات هتسبب حياته او مش حي او هيعيش او مش هيعيش، مش بالاورال هيلث. فاحيانا كتيره جدا بتبقى البيرنتس او بيبقوا الدكاتره بالهم الشاغل اكتر القلب، المخ، الريسبيراتوري سيستم زي ما انا قلت، لكن مش بيكون الشغل يعني الشاغل باله باكتر الاورال هايجين. فبالتالي عقبال لما هم بيظبطوا للولد عمليه القلب ويظبطوا الثقب ويظبطوا المخ ويظبطوا الهرمونز اللي طالعه ويظبطوا الكيمياء بتاعت المخ بالادويه وكل ده، بيكون وصلنا ان الاورال هايجين بتاع الولد وحش جدا. عشان كده النهارده الكيس اللي هنعرضها في الاخر هي اوتستيك تشايلد، الولد ده 3 years old، واحنا عملنا له التريتمنت بلان بتاعته هوريها لكم. يعني تقريبا هو خلص عندنا، هو كان عنده 4 years and half، بس انا بتكلم هوريكم قد ايه الكيس كانت سيفير وقد ايه الكيس كانت فعلا فعلا صعبة. والأهل مش مهمل، الأهل ما عندهمش أي مشاكل إن هم كانوا يعالجوا الولد، بس كان عندهم مشكلتين. أول مشكلة إن هم مش لاقيين دكتور مناسب إن هو يعالج الحالة، لأنه كل الدكاترة بترشح أكتر إنه أي حد سبيشال نيدز أو أي حد عنده أوتيزم سي بي أو أيا كان نوع الإعاقة اللي عنده، يقولك إيه، لأ خلاص دخلوا جي إي، دخلوا جينرال أنستيزيا علشان يعني نعمل له تريتمنت ونخلص وكذا. مع انه بقى انه المفروض يعني ethical wise ان احنا ما ينفعش ابدا ندخل الطفل GA as long ان هو عنده one tooth او two teeth، ده يعني ما ينفعش خاصة احنا ندخل الولد ده GA، لازم لو هو عنده اكتر من كده نبدأ ان احنا ندخله على مرحلة GA، وبتبقى بسيكونس معين. ولو احنا فقدنا السيطرة بعد الcognitive behavior therapy وبعد الassessment اللي عملنا له، كل ده هنشرحه بالتفاصيل قدام. بس انا اللي قصدي اقوله من الجملة دي انه ما ينفعش ابدا ان احنا نستسهل فكرة الجي اي، لانه الجي اي بتبقى مكلفة وبتبقى برضو it's very risky، وفي نفس الولد بتبقى مش حاجة لطيفة انه الولد طول النهار بيبقى في عمليات وطول حياته بتبقى رايح من قطة عمليات وخارج من قطة عمليات، وبرضو ما يجي يعالج اسنانه يا اما يتلقى بالرفض انه الدكتور مش هيقدر يعالجه، او انه هو يتلقى بانه لازم يدخل بنج تاني وياخد بنج كل تاني ويبدأ نشتغل له under GE. طيب ايه هي بقى special care dentistry، او النهاردة دلوقتي نبدأ نعرف يعني ايه كلمة special care dentistry عموما. اهم واكتر كلمة مهمة جدا هي كلمة improvement oral health. احنا عندنا مش بنعتمد اكتر على فكرة التريتمنت، طبعا احنا بنعالج special care dentistry، طبعا احنا دكتور اسنان عادي جدا لما حد بيجي لي بنعالج ونعمله palpotomy palpectomy and so on، لكن انا بتكلم انه special care dentistry بتعتمد اكتر على فكرة prevention، ان انا ما خليش الولد اصلا يحصل له كارث، وهقول لكم ازاي قدام، او نعمله improvement للoral health زي ما قلت لكم، ان هما بيكونوا بالهم اكتر وبال البيرنتس اكتر وبال الشخص نفسه وبال الدكاتره اللي حواليه، مش فارق معاهم فكره الoral health، مش فارق معاهم، مش بتكون دي الاولويه. فبالتالي مهم جدا جدا انه احنا نعمل لهم improvement للoral health of individuals او a group in society who has physical
زي ما قلنا physical disability أو sensor أو mentally أو medical أو emotionally أو social impairment أو disability or more often أو ممكن يكون عنده combination ما بين دول. تمام؟ فيبقى إحنا مهمة جداً جداً نعتمد على فكرة الـ improvement of the oral health. طيب أنا عايزة أشرح لكم علشان ناس كتير جداً بتسألني تقول يا دكتور يعني أنا عايزة أعرف إشمعنى أنتي دخلتي special care أو جيتي منين أو جبتي منين فكرة special care dentistry. special care dentistry مش أنا اللي خلقتها ولا أنا اللي أول واحدة في العالم تعمل ده. أنا ممكن أقول أول واحدة ألفت نظر مصر فيها لكن ده مش معناه ان هي مش موجوده. انا جبت لكم التايم تيبل ده بس عشان اشرح لكم انه هي موجوده من 1957 يعني مش في 2022 خالص. فمثلا دي اول انترناشنال كونجرس اتعمل فور دنتستري فور هانديكاب. احنا بنتكلم من زمن يعني حلو مناسب اكتر من 50 سنه. وبعد كده في 71 بعد كده في 81 الاسبانيش سوسايتي اتنشأت. بعد كده 97 الاستراليان سوسايتي اتنشأت. بعد كده في 2000 يوكي دخلتها. في 2002 الايرش سوسايتي اتعملت. في 2004 الجابانيز سوسايتي بدأت تتعمل او البلد بدأت تهتم. في 2008 Special Care Dentistry by GDC in UK. في 2010 2011 2012 والمفاجأة ان انا هقولها لكم في الاخر ان احنا عندنا كمان بقينا عندنا الجمعية العربية لذوي قدرات الخاصة وساحة الفم او للرعاية الخاصة وساحة الفم. دي نشأت 2018 وهقول لكم ازاي ان انتوا تكونوا ممبر فيها. It's very important. انا حط لكم البانر ده يخصهم بالأخص ASDH علشان أقول لكم أنه دي حاجة مهمة جدا أنه أي حد مهتم بسبيشال كير دنتستري محتاج أنه هو يشاركنا يشارك ويعمل ممبرشيب لـ ASDH. ودكتور أنا هتكلم عن مصر أن أنا مسؤولة. أي حد طالب من مصر دلوقتي بيحضرني وانترست إن سبيشال كير دنتستري هي كان very easy أنه هو يجوين بممبرشيب في الجمعية هيقدر ان هو يتواصل معانا. وبرده دكتور هبه هتبقى مسؤوله عن السعوديه. اي حد اي دلوقتي طالب بيسمعني من السعوديه وانترست ان سبيشال كير دنتستري دكتور هبه هتقدر تفيده كتير جدا جدا. هنا انا بس عايز اثبت لكم انه سبيشال كير دنتستري هو موجوده اندر جراد وبوست جراد يعني هو كوريكولم يعني هو ماده او هي ديبارتمنت موجود من زمان جدا. في اندر جراد يعني ممكن ندرسه في الجامعه ممكن بوست جراد يعني ممكن اعمل ماسترز ان بي اتش دي بس هي حاليا لسه ما فيش بي اتش دي فيه بس ممكن اعمل ماسترز في يوكي في استراليا. في جامعات كتيره جدا دلوقتي بدات ان هي تعمل كمان ميني ريزيدنسي. انا خدت ريزيدنسي في نيويورك يونيفرسيتي خدت ميني ريزيدنسي في بنسلفانيا يونيفرسيتي في يو اس اي وخدت ميني ريزيدنسي في كاجر هوسبيتال في ماليزيا. ففي لسه في جامعات وفي مستشفيات كتيره جدا تقدر ان هي تديك حاجه اسمها ميني ريزيدنسي انك تروح تقعد معاهم من شهر الى 3 شهور بيدوك يعني زي سمول كوليكولم على سبيشال كير دنتستري. هي مثلا بصوا في يوكي في استراليا في نيوزيلندا برازيل اند سو اون. انا بس حبيت هنا بالسلايد دي اثبت لكم قد ايه انه سبيشال كير دنتستري هو موجود من زمان قوي وموجود اندر جراد بوست جراد which is very important department انه يكون exist وموجود لانه المفروض ان احنا نكون عندنا فكرة بتاع equality of life او equality of treatment ان احنا كلنا سواسيه كلنا محتاجين نتعالج زي ما انت شخص تيبيكال او شخص نورمال بتروح لدكاتره وتقدر ان انت تعالج اي حد من اسرتك. برضو الاسره اللي عندها اي شخص عنده ديسابيليتي حقهم ان هم يلاقوا دكتور حقهم ان هم يتعالج وحق ان هو يتعالج في التخصص بتاعه مش بس انه الدكتور يعني اكتفاء ذاتي كده ويعمله. طيب هل بقى نبدا ايه هي سبيشال كير دنتستري او ايه هي السيرفيسز اللي بتقدمها سبيشال كير دنتستري. احنا هناخدهم بشكل سريع شويه لان دكتور هبه هشرح لكم في بارت 2 باستفاضه كبيره جدا جدا. انا ارشح لكم لازم تحضروا محاضره دكتور هبه هي هتبقى يوم 20 فانا اتمنى جدا جدا ان انتوا تحضروها هتعرفوا
كل سيرفيس من اللي احنا بنقدمها او سبيشال كيد دنتست هي عباره عن ايه. هي مش عباره بس عن سبيشال نيدز، وده اللي دلوقتي بس هديكوا هيد لاينز عليها، ودكتور هبه هتبقى هتكمل لكم بارت 2. احنا طبعا على قد ما نقدر بنحاول ان احنا نعمل لكم اكبر معلومات ممكنه في سبيشال كيد دنتستري. سبيشال كيد دنتستري هو ديبارتمنت زي ما قلت لكم كبير جدا، الناس بتقعد تدرسوا 3 سنين ماسترز وبتقعد تدرسوا ترم كامل في اندرجراد، فهو الموضوع مش صغير ان انا اقدر اقوله لكم في لكتشر، بس على قد ما نقدر حاولنا نقول لكم المعلومات الاساسيه والموست امبورتنت في بارت 1 وفي بارت 2. تمام، ايه هي هنرجع دلوقتي ايه هي السيرفيسز اللي بتقدمها سبيشال كيد دنتستري. هي الميديكال كومبرومايز بيشنتس، الناس هشرحها لكم باستفاضه، الناس اللي هي عندها بتبقى مثلا عندها كانسر او بتبقى عندها كارديك ديزيز، الليرنينج ديسابيليتي زي هشرحها لكم كمان شويه، زي الناس عندها اوتيزم سي بي او عندهم learning difficulties، الelder people او geriatric people، الdental phobic، الphysical disability، والplus size patients الناس ال very obese، والmental health illness. انا زي ما قلت لكم انا دلوقتي هعديها بس بسرعه عليكم. medical compromise الناس اللي عندها cardiac oncology، عندها bleeding disorder، عندها autoimmune، عندها respiratory disease. طبعا زي ما احنا قلنا انه اكيد في relation كبيره جدا ما بين oral health والmedical compromise patients. طيب السيرفيس اللي بنقدمها لهم، في سيرفيسز كتير جدا بنقدمها لهم. كمان انا حاطه لكم هنا ده زي بوك جايد لاين ان انت ازاي تتعامل مع medical compromise patients في special care dentistry، عشان لو انت very interested in this topic only you can found this textbook on our website specialcaredentistry.com. وانا في الاخر هسيب لكم سكان تقدروا تعملوا سكان وتقدروا تخشوا على الويب سايت تشوفوا كل التكست بوكس والحاجه اللي انتوا عايزينها تعملوها داونلود توتالي فور فري، وبالمره تشوفوا ايه هي الكلينك وازاي ان احنا ايه السيرفيس اللي بنقدمها وايه شكل الكلينك وايه شكل السيستم جوه ماشي ازاي، فهتنبسطوا قوي فيها. كمان عايزه اشرح لكم او عايزه اقول لكم قصه صغيره regarding the medical compromise patients. دلوقتي تقريبا ما بقاش في عيله ما فيهاش كانسر بيبل. احنا طب هتقول يا دكتور احنا مالنا احنا بنتوع الكانسر يعني احنا مالناش علاقه؟ لا انت ليك علاقه، لانه احنا مثلا احيانا بنروح لهم الاي سي يو او بنروح لهم الانتنسيف كير، لانه الناس اللي بتبقى عندها كانسر بتبقى محطوطه اولموست في الاي سي يو في الانتنسيف كير، وبتبقى بتقعد مده طويله جدا محطوط لها حاجات في بقها سواء ريسبيراتوري او وبتبقى ممنوع عنها الاكل او حتى الشرب بتاع الميه. فنتيجه ده بيحصل كالاتي، بيحصل حاجتين مهمين قوي، بيطلع لهم السرز، وتاني حاجه بيحصل لهم انه بيبقوا نتيجه الزيرستوم ان هم بقهم على طول ما فيهوش سلايف لان هم على طول فاتحين بقهم عشان يتنفسوا سواء بالاجهزه او عن طريق ان هو مش قادر يتنفس بمناخيره. فاللي بيحصل كالاتي ان هو بيحصل له كالكلس كتير جدا بيتكون، او ان هو زي ما قلت لكم بيحصل له ألسر. كلنا عارفين ان وجع الألسر وجع مش لطيف خالص، فهم بيعملوا ايه الدكاتره؟ المفروض ان هم بيكلمونا احنا از سبيشال كير دنتست، بنروح لهم الاي سي يو، وده حصل معايا فعلا، وساعتها بروح واعالج له مثلا الالسرز دي باورال جن. قلت يا دكتور انا بصراحه مش شايف في القصه دي كلها اي حاجه مختلفه، اي حد هيعمل ده ودي حاجه عاديه يعني ما فيهاش حاجه مختلفه. طيب ايه المختلف في الموضوع في اللي انا حكيته؟ المختلف ان دلوقتي عملوا اورال جل او اورال بلس الجل. الاورال الجل ده دلوقتي في بقى طعم الاورنج، في انواع كتيره جدا من ضمنهم واحد في طعم الاورنج. انا ينفع يمكن مش هينفع اقول الشركه علشان بس ما تبقاش اعلان، بس هو بقى اورال جل بطعم الاورنج. فما احنا دلوقتي بنروح لمريض الكانسر ونقدر نحط له الاورال الالسر جل ده على الالسر، فهو بطعم الاورنج، فهو بيحس ان هو اكنه بياكل حاجه، فهو بيحس ان هو لسه ستيل الايف ولسه ان هو
فعلا عايش، لان هو ممكن يقعد بالشهور ما بياكلش وما بيشربش حاجه. انا كنت اعرف بيشنت ده بيكلمني بس لمجرد ان انا اروح احط له الجيل ده، علشان هو عارف كويس قوي انه ما فيش اي حد هيقدر يحط له الجيل ده بدون وجود الدنتست المسؤول عنه. فهو كان بيحس ان هو اكنه بياكل بونبوني اورنج، فدي حاجه حلوه جدا ان انت تحسس الشخص ان انت لا you are still alive. وطبعا في نفس الوقت انت بتحاول ان احنا نخفف الالام بتاع الالسر، انه بيبقى الم اكيد مش اظرف حاجه، وفي نفس الوقت بتحسس ان هو لسه عايش بطعم الاورنج. وفي نفس الوقت كمان دي بتبقى حاجة مهمة قوي ان انت تحسسه انه في دكاترة مسؤولين عنك. طيب تاني حاجة قلنا learning disability، قلنا زي down syndrome autism او CB. طبعا قلنا انه في related للoral health اكيد، وده برضو تكست بوك كلينيكال جايد لاينز للسبيشال كير لو انت عايز تعرف ازاي تتعامل مع learn people with learning disability. انا زي ما قلت لكم انا هعدي عليهم بسرعه، بس في بارت 2 اوعوا تعدوه مع دكتور هبه، هتشرح لكم كل حاجه باستفاضه. الجيرياتريك بيبل زي مثلا ناس تبقى عندها ديسوردر في المنتل، عندها ستروك يعني ماشيه بستروك، عندها كارديك ديزيز او كانسر، او قاعده على ويل تشير او بيد ريدن. هتقول يا دكتور ايه ده بيد ريدن؟ يعني احنا بنروح لهم؟ طبعا احنا لازم نروح لهم. الطريحي الفراش وبنقدم لهم السيرفيس المفروض ان احنا نكون بنقدمها لهم، سواء عن طريق كوجنيتيف بيهيفير ثيرابي، يعني لازم، ودي دكتور هبه هتشرح لكم استفاضه لانها شي از اكسبيرت فيها، او ان احنا نقول لهم عن طريق الاورال هيلث موديفيكيشن والدايت ادفايس اللي احنا المفروض نديها لهم. ودي برضو بيبر حلوه جدا بتتكلم على هاو تو تريت ان سبيشال كير دنتستي، او هاو تو تريت دنتال ان الدر بيبل او ان جيرياتريك بيبل. طيب بعد كده عندها مجال الدنتال فوبيك. طبعا احنا يعني انا متخيله دلوقتي شكلكم وانا بقول لكم دنتال فوبيك، يا دكتور ده ما فيش حد بيخش لنا العياده غير بيقول لنا ايه، انا بكره دكتور السنان وانا بخاف من دكتور السنان. لا، احنا نتكلم على الفوبيا المرضيه، مش انه مجرد ان واحد يدخل يقول يا جماعه انا بخاف من دكتور السنين. طب الفوبيا المرضيه بنعرفها منين؟ الفوبيا المرضيه دي بنعرفها عن طريق assessment، او زي امتحان كده بنعمله، بنديله ورقه، الورقه دي فيها 5 questions، كل question ليه كذا اجابه، هو بيختار الاجابه اللي هي المناسبه ليه، وبعد كده عن طريق الاجابه اللي هو اختارها الاجابه دي بتدي لينا احنا سكور. فالسكور ده بنجمعه في الاخر وبنعرف اذا كان هو مريض فوبيا فعلا ولا مش مريض فوبيا. وبعد ما بنعرف اذا كان هو مريض فوبيا او مش مريض فوبيا، بنقدر ان احنا نقسمه الليفل بتاعه الفوبيا بتاعته، وريجاردنج لذس بنقدر ان احنا نعمل له اسسمنت او نعمل له البيهافير المناسب ليه. تمام اوكي، فاهم. ده تكست بوك برضو كوجنيتيف بيهافير ثيرابي فور دنتال فوبيك. زي ما قلت لكم لو حد very interested ان هو يعرف بس عن التوبيك ده يقدر يقرا التكست بوك ده، هو موجود على الويب سايت. انا في الاخر خالص هسيب لكم تعملوا سكان للويب سايت والكول للسوشيال ميديا لو انت عايز تعرف اي معلومه، او لو انت عايز تكونتاكت مي دايركتلي، او تكونتاكت الجمعيه دايركتلي، هنقدر ان احنا نرد عليك بكل الاسئله يعني، ونقدر نساعدكم ونقدر نوفر لكم ازاي هاو تو بي سبيشال كير دنتست. لان احنا هدفنا في الاول وفي الاخر ان احنا انه كل الدكاتره لازم يتعلموا على الاقل البيزك ساينس ان هو ازاي يتعامل مع سبيشال كير بيشنت. اوكي، وده شكل الاسسمنت. انا مش عارفه هو باين بالنسبه لكم ولا لا، او قادرين تقروا الكويستشنز ولا لا، بس زي ما قلت لكم كل ده موجود على الويب سايت. انا بس حبيت اوريكم الفكره العامه انه مش اي حد يدخل يقول لك انا بخاف من دكتور السنان يبقى هو خلاص بيخاف من دكتور السنان. تمام. الفيزيكال ديسابيليتي طبعا كلنا عارفين الفيزيكال ديسابيليتي ممكن تبقى نتيجه كونجنيتال، ممكن تبقى نتيجه اكسيدنت. ودلوقتي في البارالمبيكس، لو حد متابع البارالمبيكس، انا كلينيكال دايركتور في سبيشال اولمبيكس ان ايجيبت، بس الناس اللي متابعه البارالمبيكس كمان تقدر ان هي تشوف ان ممكن تبقى ناس بس قاعده في مثلا ماتشات باسكتبول بويل تشير، ممكن ناس تبقى بتلعب عندها ابطال رياضه. احنا مثلا عندنا بطل رياضي كبير جدا اسمه عمرو السوهاجي، عمرو السوهاجي على طول بيجيب لنا جولد ميدلز في السويمنج، وعندنا بنوته اسمها ايه برضو على طول بيجيب لنا ميدل ان بارالمبيكس في السويمنج.
زي ما قلت لكم انه physical disability مش دايما بس بتكون accent، ممكن تبقى congenital، ممكن تبقى يكون حد عنده يعني مثلا شلل اطفالي وبعد كده ما تعالجش. اكيد في complication related، واكيد احنا بنقدم لهم service مختلفة. زي ما قلت لكم هنبدأ يعني هنعرف كل السيرفيسز المختلفة دي اللي بنقدمها للفيزيكال ديسابيليتي مع دكتور هبة إن شاء الله يوم 20. تمام، دي أنواع الفرش اللي احنا ممكن ان احنا we created علشان نساعد شخص عنده فيزيكال ديسابيليتي ان هو يمسك الفرشة by his own، لانه مثلا في ناس منهم بيبقى دماغهم كويسة جدا وما حصلوش اي حاجة خالص، هو ولد طبيعي جدا عاش حياته طبيعي جدا مفيش اي مشاكل خالص، بس عمل حادثة مثلا والحادثة دي سببت له شلل أو سببت له إعاقة بشكل أو بآخر، فهو يقدر يعتمد على نفسه. بالمناسبة في ولد برضو اسمه طارق، طارق ده قبل مرحلة الجامعة بتاعته عمل حادثة كبيرة جدا وفعلا سببت له للأسف أكتر من شلل نصفي شوية، ما بقاش أي حاجة تتحرك فيه غير جزء من صوابعه وراسه بس. الولد ده النهاردة عمل شركة اسمها آي هوم. يعني ايه كلمة شركة اي هوم دي؟ شركة اي هوم دي هو كان حلم حياته ان هو امتى يكبر ويدخل الجامعة، وبعد ما يدخل الجامعة يبدأ ان هو يستقل ويعيش حياته بإرادته او بان هو يعيش لوحده في بيت هو يعمله. طبعا بعد ما عمل الحادثة دي كان صعب جدا جدا القرار ده بالنسبة له، لان هو دلوقتي شخص شوية ما يقدرش ان هو يتعامل في حياته بشكل نورمال. فعمل شركة اي هوم. اي هوم دلوقتي هي شركة بتخدم اي بيت ممكن يحوله الشخص الشخص المعاق او الشخص اللي عنده disability الى يحول بيته الى ان هو يكون يقدر يعيش فيه لوحده بكل الاكسسبيليتي. يعني يقدر يخليه يفتح التلاجة عن طريق زراير، يقدر يخليه عن طريق سنسورز، يقدر يعني حتى أبسط الأمور من الستائل للبيبان للتليفونات لأنه مثلا حاجة تجيب له مثلا كذا للأكسسيبيليتي اللي جوه التواليت. شركة كاملة يقدر إن هو يحول البيت لشخص نورمال الى شخص انورمال ويعيش بيه، طبعا على حسب نوع الاعاقه وعلى حسب الحاجه اللي الولد او للشخص ده محتاجها في بيته علشان تسهل له الامور حياته. تمام، هنا بنيجي للبلاس سايز بيشنتس، دي الناس اللي هي عندها اوبيزيتي عاليه جدا. مشكله الشخص ده على فكره بتبقى مشكلته كلها في السفوكيشن، هو بيتخنق مش بيبقى قادر ان هو يتنفس. انا كان عندي بيشنت ده هو كان حد مرتاح ماديا جدا، كان رجل اعمال يعني، بس كانت مشكلته بس ان هو كل ما يروح لدكتور ينزله سوباين بوزيشن، فبالتالي ان هو يتخنق ما بيقدرش ان هو يكمل وما يقدرش ان هو يكمل التريتمنت لان هو عنده جاك ريفلكس وبيحس ان هو مخنوق. فازاي ان انت تخلي البيشنت بلاس سايز بيشنت ده تعالجه وتعمل له تريتمنت بلان؟ احنا عملنا له على فكره فول ماوس ريهابيليتيشن، والكيس دي انا عرضتها في International Conference for Disability and Oral Health اسمه IADH، اتعملت السنه دي في اوغست في باريس. وقد ايه انه ممكن ان انت تحول الشخص اللي هو مش قادر يقعد على كرسي الاسنان الى ان هو يقعد ويعمل فول ماوس ريهابيليتيشن upper and lower. طبعا دخلنا فيها الديجيتال دنتستري، والكيس دي كانت كبيره جدا. ان شاء الله مره تانية ممكن في اي لكتشر او في اي كورس او وركشوب بقدر ان احنا اقول لكم الكيس من اولها لاخرها. ودي برضو بيبر بتقول العلاقه ما بين البلاس سايز بيشنتس وما بين السبيشال كير. وفي بيبر حلوه جدا جدا اتعملت جديده عاملها العلاقه ما بين البلاس سايز بيشنت والانجر مانجمنت وال والدنتال تريتمنت. It's a very important paper. أنا هسيبها لكم لينك في الآخر، لأن هي فعلا اللي هيقرأ الارتكل دي It's very important وهيحس بفرق كبير جدا بعد ما يقرأها. نيجي لآخر سيرفيس وهي المنتال هيلث، زي مثلا مرضى شيزوفرينيك أو الناس اللي عندها بايبورل أو الناس اللي بتاخد دراج أبيوزر. أنا بس عايزة ألفت نظركم إن إحنا هنا مش بنعاقب الناس أو إن إحنا هنا مش بنحكم على الناس. أنا مليش علاقة هو في حياته الشخصية إيه. يعني إحنا مثلا ممكن نروح للناس في السجن ونعالجهم نتيجة مثلا هما كانوا بيشربوا مخدرات وبيتعاقبوا. أنا مليش دعوة بالشخص، أنا ليا دعوة أنا كطبيب بعالج الناس، أنا مش علاقة بحياتهم الشخصية هما كانوا بيعملوا إيه.
انا عارفه ان في ناس ممكن تتضايق من الحته دي شويه او تحس بسنسيتيفيتي عاليه، بس هي دي الحقيقه، واحنا لازم نبقى قد الحلفان وقد المهنه اللي احنا حلفنا انه اي حد هيحتاج مساعده احنا في الاول وفي الاخر اتس ا سيرفيس، هي خدمه مهنيه ساميه. الطب ده مش تجاره. اوكي احنا كده خلصنا بارت 1. انا حاولت بس اقول لكم بشكل عام ايه هم السبيشال كير دنتستري سيرفيس، وتفاصيل التفاصيل دكتور هبه ان شاء الله هتشرحها لكم. زي ما قلت لكم ميديكال كومبرومايز، ليرنينج ديسابيلتي، ايلدر، دنتال فوبيك، فيزيكال ديسابيلتي، بلس سايز، بيشنت وي، المنتال هيلث ايلنس. طيب نيجي بقى لتاني جزء وهو التيبس هاو تو كوميونيكيت ويز بيبل ويز ديسابيلتي. دي تيبس مهمه جدا جدا، انه ان احنا ازاي نتعامل مع اي شخص ديسابل. تمام طيب ايه هي التيبس؟ اول تيب هنبدأ بيها، بيفور يو هيلب ذم بليز اسك ذم فيرست وذر دي نيد يور هيلب اور نوت. يعني ايه؟ يعني من فضلك لما تلاقي شخص عنده ديسابيليتي، من فضلك ما تروحش بقى، احنا كمصريين جدعين جدا جدا بنحب ان احنا نروح نجري نقدم المساعده وان احنا نساعد الشخص على طول. من فضلك انا مقدره جدا ان انت بتبقى عايز تساعد الشخص ده، بس الاول يفضل ان انت تروح له على جنب او تقول له محتاج مساعده، تساله الاول، لان انت ممكن بمساعدتك وبالشهامه الزياده دي انت ممكن تكون بتجرحه مش بتساعده. فمن فضلك اول حاجه لما تشوف اي شخص عنده ديسابيليتي محتاج ان انت الاول تساله هل انت محتاج مساعده ولا لا. وهو لو محتاج مساعده هيقول لك انا فعلا محتاج مساعده، من فضلك اعمل لي كذا. ما تقلقش، هو مش هيتكسف ان هو يقول انا محتاج مساعده. طيب تاني حاجه، if they have an helper you want to talk to them or ask them a thing, please ask them directly, not their helper. دي حاجة مهمة جدا جدا جدا، كلنا بنغلط وكلنا غلطنا فيها أو بنغلط فيها، وأنا حتى زيكم غلطت فيها في الأول، إنه لما نلاقي شخص مثلا عنده disability وأكيد معه مثلا caregiver أو parent أو دايما بنوجه الكلام للcaregiver أو للparents أو للشخص اللي معاه سواء صديق أو ده، وبنهمل تماما الشخص اللي عنده disability. ده تلقائي، وانا ببقى فاهمه انه ده احنا بنعمله بس علشان ننجز وقت او علشان نساعد او لكن حقيقه دي بتبقى حاجه مهينه جدا جدا للشخص اللي عنده disability. فمن فضلك لو انت لقيت شخص disability، من فضلك وجه الكلام يا اما للكل، يعني وجه الكلام لي او للكير جيبر او للبيرنت، او وجه له هو الكلام في الاول احتراما لي. ولو لقيت ان هو مثلا شخص مش قادر يستوعب الكلام اللي انت بتقوله او هو مش في ايده القرار، بعد كده ابدا وجه الكلام تاني للبيرنت او الكير جيبر او الشخص اللي هو معاه. طيب for physical disability, if he is long stick user, if you decide to help or grab them suddenly without asking, you may break their balance. احنا مثلا جدعين جدا جدا وناس اقوياء وجامدين. طيب ايه بقى المشكله لما مثلا بيجي لك حد عنده فيزيكال ديسابيليتي، مثلا داخل على عكاز، تمام، حط العكاز على جنب، قعد على الدنتال تشير، عمل كده الدنتال تريتمنت، وبعد كده انت بتعمل ايه؟ تقول له ايه؟ يلا قوم اسند عليا، اسند على ايدي، اسند على ايدي، ما تخافش، ده انا قويه، ده انا جامد، ده انا اقدر اسندك او اساعدك. احنا بشكل تلقائي مش بنبقى مدركين انه العكاز ده هو عارف الدايمنشن بتاعه وعارف القوه بتاعته. فمن فضلك لما تلاقي حد قاعد على عكاز او واقف على عكاز وهو عايز يجي يقوم من مكانه، يعني ايه؟ ممكن تقول له لو انت عايز مساعده انا اقدم لك المساعده، بس ما ينفعش ابدا 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 ان انت تمنع عنه العكاز. العكاز ده بالنسبه له هو الاساس، مهما انت كنت قوي، مهما انت كنت بتاكل كويس، مهما انت كنت شخص بنيانك سليم وكويس، هو مش واخد على الدايمنشن بتاعتك، مش واخد على طولك، ومش واخد على القوه بتاعه ايدك، او مش واخد على الاسترينث بتاع جسمك، لكن هو واخد كويس جدا 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 على الدايمنشن بتاعه الستيك وعلى قوتها، لان هي دي بتاعته او هي دي هو عارفها. فمن فضلك اول حاجه تعملها بعد ما تخلص الدنتال تريتمنت اديله الستيك واقول له اساعدك في حاجه تاني. هو على فكره هيقولك لا لا انا واصل انك جبت لي الستيك دي، خلاص انا بقيت تمام وكويس. رابع حاجه، احنا
بنعملها if they have a problem or weakness with their side they will need to have a key working with special capital letters. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ابدا ان احنا نكون في عياده special care ونبقى عامل لهم الفورم بتاع اللي بيملى بيه الكلينك صغنن letters صغننه جدا. من فضلك لما تلاقي حد انت مثلا عارف ان هو عنده ضعف بصر, من فضلك حاول اطبع واحده زياده او اطبع اثنين او خلي اطبع 10 وخليهم عندك في العياده انهم تكون الكابيتال letters كبيره علشان يملى الفورم هو, مش كل شيء يقول لك ايه معلش انا مش شايف, معلش ساعدني, معلش اعمل. حاول قدر, هتلاقي انه هو حتى يبقى يدخل لك فرش كده لما يلاقي ان هو اللي بيعمل حاجته بنفسه. For blind اللي الكفيف, if we are in a matter of conversation please notify them before you leave. يعني ايه؟ يعني مثلا ما ينفعش يكون عندك شخص كفيف في العيادة, تمام, انت احنا مثلا في العيادة وبعد كده قاعدين بنتكلم, لازم اول ما هو يدخل اعرفه بالعياده او اعرفه مثلا انه في حد في العياده, هل معايا اسيستنت ولا مش معايا. واي ما مثلا يخبط اقول له مثلا, اقول اول ما هو يدخل اقول له على فكره انا مثلا دكتوره ماجي, إيه النهارده الطبيب المسؤول عليه, ومعانا في الاوضه اسيستنت مثلا اسمه دكتور اكس, او معانا اسيستنت اسمها دكتوره اكس, تمام. ما ينفعش مثلا هو بيتكلم والسكرتاريه مثلا دخلت عليا قالت لي يا دكتور مسحي احنا محتاجينك بره 5 دقائق, اروح انا سايبه الاوضه وماشيه. هو ممكن يكون بيتكلم او هو كفيف, هو مش شايف اذا كنت انا في الاوضه او مش في الاوضه. ساعتها قبل ما اتحرك محتاج ان انا اقول له من فضلك معلش انا السكرتاريه دلوقتي طلبت مني ان انا اطلع بره 5 دقائق وعايزاني في حاجه 5 دقائق, فانا هسيب لك الاوضه 5 دقائق مثلا, وفي مثلا موجود دكتور كذا او موجود الدكتوره كذا معاك, لو احتجت حاجه هي موجوده بس انا هغيب عنك 5 دقائق واسيب الاوضه, ولما ارجع تاني الاوضه او لما ارجع تاني جنبه اقول له على فكره انا بقيت جنبك وانا جيت. لازم اقعد اشرح له كل حاجه عن طريق ان هو اكنه شايفها بالظبط, اقعد اوصف له كل حاجه اكنه هو شايف وفاهم ده. تمام. طيب سادس حاجة, if they have a problem with ear or don't or deaf people don't exceed your voice. دي حاجة مهمة جدا 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 جدا, وهي ايه؟ احنا تلقائي اول لما بنلاقي حد مركب سماعة اللي هي السماعة اللي بتبقى على الودن بنعمل ايه؟ بنيجي جنبه ونقعد نقول له ازاي حضرتك عامل ايه؟ نقعد نحنا نعلي صوتنا اكسترا فوليوم زيادة في اعتبارنا ان احنا ان هو مش هيكون سامعنا, او ان احنا عشان شاطرين وعارفين انه اي حد بيركب سماعه بيبقى عنده ضعف في فكره السمع, فبالتالي احنا بنحاول قد ما نقدر نعلي صوتنا شويه علشان ايه؟ علشان الشخص ده يسمعنا. لكن هنا غلطه كبيره جدا, وهي ايه؟ ان السماعه دي بتكون متركبه ليه؟ بتكون متركبه علشان تعمل له بالانس. يعني هو اوريدي فعلا زي ما انت شخصت او زي ما انت شخصتي هو فعلا عنده ضعف في السمع, برافو عليكم. لكن السماعه دي بجدها عمل ايه؟ عمل بالانس, خلاص هو عمل بالانس ان هو يسمع زي الشخص الطبيعي. فبالتالي لما انا اشوف شخص عنده سماعه او مركب سماعه انا مش محتاج ابدا 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 ان انا اعلي صوتي علشان الشخص ده يسمعني. Absolutely. هو خلاص بقى زيه زيك, هو بس ممكن يحتاج حاجة حلوة قوي انك تبطأ كلامك سنة, تحاول تبطأ كلامك سنة. انا دلوقتي مثلا بتكلم بسرعة عالية جدا لان عايزة اديكوا اكبر كم معلومات في وقت صغير قوي, تمام. يعني مثلا ده حاجة ممكن نشرحها في يومين كاملين, بس انا بحاول قد ما اقدر ان انا اجري واتكلم معاكم بسرعه عشان بس افهمكم ان سبيشال كير دي حاجه مهمه قوي وحاجه كبيره جدا, واحنا محتاجين كلنا ان احنا نشتغل فيها او ان احنا نشجع بعض ونشتغل مع بعض, تمام. تاني حاجه, for deaf people please stand up in a light or talking to them to avoid attention defect, also avoid smoking and eating gums or reading your lip sign understanding you easily. يعني ايه؟ يعني لو انا متعلم ساين لانجوج, اولا هم اسمهم صم وضعاف سمع, تمام. الصم وضعاف سمع دول بيتكلموا بلغه اسمها ساين لانجوج او لغه الاشاره. هل لو انا متعلم لغه اشاره لازم ابقى اخلي بالي من 2 بوينتس,
اول بوينت ان انا اتكلم وانا بعمل لغه الاشاره. تاني حاجه ان انا لازم اقف في حته فيها نور حواليا، فيها نور زي ما انتوا دلوقتي في نور حواليا، فانتوا شايفيني في نور علشان اشوف حركه ايدي. يعني مثلا انا النهارده طبعا الوقت للاسف مستعفني ان انا اديكم حاجات كتير، بس على الاقل هقول لكم ازاي نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعلى الاقل اقول له ان انا بشتغل دكتور سنان. يبقى انا اقول له السلام كده اهو، على قد ما تقدروا اعملوا زي او اعملوا معايا. انا متعلمه ساين لانجوج، بس انا حابه اني اعلمكم حتى جملتين تستقبل الشخص بيها، هتفرق معاه جدا انه يحس ان انت بتتكلم باللغه قريبه منه. يبقى السلام تمام كده اهو، عليكم كده اهو، عليكم ماشي، ورحمه الله وبركاته كده اهو، يعني بركات او بركاته. يبقى دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دي معناها دي بالساين لانجوج. لازم أبقى مركز كويس جدا جدا إن أنا أكون بتكلم أو بحرك شفايفي وأنا بعمل لغة الإشارة. تاني حاجة ممكن نقوله مثلا، إن أنت مثلا قابلت حد فعايز تقوله إن أنت بتشتغل دكتور سنان، تقوله أنا يعني أنا بشاور كده عليا، أنا بشتغل كده هو بالصبعين دول دكتور سنان وبشاور على سنين. يبقى انا كده انا بشتغل دكتور سنين. يبقى تاني انا بشتغل دكتور كده هو، يعني دكتور شبه السماعه لو اخدتوا بالكم اسنان. تمام، على الاقل في مره تاني ان شاء الله في كورس تاني او في كونفرنس تاني اعلمكم كم جمله اكتر ازاي تقول له المشكله اللي عندك وازاي تديله نصيحه، كل ده بالساين لانجوج. بس من فضلك لازم تركز على حاجتين، انك تتكلم في نور، وانك تاني حاجة انك لازم تحرك شفايفك وانت بتقول، لانه ممكن الساين لانجوج دي زي مثلا ما احنا عندنا امريكان انجلش وبريتش انجلش، برضو الساين لانجوج من جوه بحر كبير وعلم كبير جدا، فاحنا محتاجين على قد ما نقدر نكون على الاقل بنتكلم، لانه ممكن تبقى مثلا زي ما نقول ايه have been have been، فهو بيقدر يربط لغة الاشارة اللي انت متعلمها بلسانك او بحركة شفايفك، فبالتالي يقدر يفهم الجملة اللي انت عايز تقولها. Okay, if they have sign translated, please point your conversation to them, not to the translator. دي حاجة غاية الأهمية. أنا هقول لكم مثل مهم جدا وما أعتقدش أنكم هتقدروا تنسوه بسهولة، وهو كالآتي، إنه مثلا دلوقتي لو في اثنين رؤساء دولة قاعدين بيتكلموا مع بعض، مثلا السيسي مثلا عبد الفتاح السيسي رئيسنا رئيس مصر، ومثلا رئيس دولة روسيا، تمام؟ السيد الرئيس بتاعنا بيتكلم عربي، رئيس روسيا بيتكلم روسي، طبيعي بيكون كل واحد فيهم جايب ترانسليتر او جايب شخص معاه يترجم للشخص اللي قدامه او يترجم للرئيس اللي قدامه الايه الكلام اللي هو هيقوله. هل منطقي انه الرئيس عبد الفتاح السيسي يبص للمترجم بتاع الروسي عشان يفهم الكلام اللي هو بيبص لمين؟ بيبص في عين الرئيس الروسي نفسه، وهو ايه وهو لما بيترجم وهو المترجم قاعد جنبه ايه بيترجم له الكلام. هو ده بالظبط اللي احنا المفروض نعمله. احنا مين الرئيس بتاعنا او مين الاساس بتاعنا؟ الشخص اللي هو عنده ضعف سمع او هو الشخص اللي بيتكلم ساين لانجوج، هو ده الرئيس بالنسبه لنا. ما ينفعش ان احنا نبقى عنينا وحياتنا او احنا محورنا مركز حوالين الترانسليتر او حوالين المترجم اللي مع الشخص. ممكن انت الشخص اللي هيبقى معاه بيترجم لك بصوت، فانت اسمعه هتسمعه بس، لكن انت عينك وتركيزك مع ايه؟ مع الشخص نفسه. انا عارفة ان هي ممكن تبين ان هي شوية صعبة، بس افتكر على طول انه لما بيكون في رئيس دولة بيتناقش مع رئيس دولة تاني بيبصوا في عين بعض، مش بيبصوا في عين المترجمين. آخر تيب معانا النهاردة، وهي rapid change is not convenient for them and their daily routine is very important so they need long time to adapt. يعني إيه؟ يعني هنا في حاجة مهمة جدا، وهي فكرة إنه أي rapid change أو أي حد أي الولاد مش بيحبوا غير الروتين، بيبقوا أهدى، بيبقوا ريلاكس، بيبقوا مرتاحين أكتر مع الروتين. يعني إيه مع الروتين؟ يعني ما ينفعش أبداً إن أنا أغير له روتين يومي. يعني مثلاً إيه زي مثلاً الأم اتصلت قالت إن هي عايزة ميعاد مثلاً الساعة 2، قلنا لها لا والله إحنا مش فاضيين غير الساعة 5، ف
فهي هتقول بتقول لك مثلا لا والله الساعة 5 ده هو بيكون الولد نايم. قلت له انا مالي، مش علاقة، هو لازم يجي. لا، لو الولد جه في وقت ميعاد نومه هيكون مقريف ومتضايق وكده. احنا المفروض ان احنا ما نغيرش للولد الروتين بتاع اليوم بتاعه، ما ينفعش نغير للولد الروتين بتاع اليوم بتاعه. فاحنا مثلا بنسأله امتى مثلا يكون ميعاد السبيتش ثيرابي، امتى مثلا يكون ميعاد حاجة تاني بيعملها، وبالتالي ندخل احنا بداله، بس ما ينفعش ان احنا نغير له روتين هو متعود عليه. انا مش عارفة احنا عندنا وقت ولا لأ، ان انا اقول لكم كل الكلينيكال كيس، علشان اتوقع انه مع حضرتي وقت. خلاص تمام، انا بس حبيت اتاكد. طيب احنا النهارده الكلينيكال كيس بتاعتنا، انا هحاول اخلصها لكم بسرعه شويه. الكلينيكال كيس بتاعتنا هو ولد عنده 4 سنين، عنده اوتيزم. اوكي، الدنتال هيستوري بتاعه ان هو عنده بور اورال هايجين، زي ما انا حكيت لكم انه في الوقت ده بتبقى الاهل دايما مندمجين اكتر او مربوطين اكتر بحياته او بصحته العامه. عنده هاي كارجينيك فود، زي ما قلت لكم انه للاسف مش بيهتموا اكتر بطريقه الدايتري فود بتاعه. نو براشنج للتيث، وللاسف كان نو دنتست اكسبت تو تريت هيم، ودي كانت اكتر حاجه متاثره جدا الاهل بيها، لانه هما ما عندهمش مشاكل من اي حاجه، بس مفيش دكتور راضي ان هو يعالج الولد. هو عايش مع اهله، مامته المسؤوله عنه دايما. الكوميونيكيشن مع الولد للاسف كانت نون فيربال، يعني كان لازم يبقى في اهل هم المسؤولين عنه. الموبيليتي كان بيتحرك كويس جدا، وطبعا نون سموكر زي ما انتم شايفين. الكلينيكال كيس كان اكسترا اورال، مفيش اي حاجه، نو فيش اسميتي، تي ام جي كان كويس، اللينف نودز كانوا كويسين جدا. ادي الكيس، شايفين الصور، اتوقع ان الصور اكيد واضحه. تقريبا الكيس دي فول ماوس فيها بليتيشن، زي ما انتم شايفين في اروجن في كل حته، في كارث هو ده اللي كان مسبب له. انا مش عارفه الماوس باين عندكم ولا لا، بس هي دي كانت اكتر بوينت مسببه له الالم، انه كان عنده كارث في اللور ليفت اي، وطبعا كان عنده سنسيتيفيتي عاليه جدا جدا. ادي ده كلينيكال، او دي شويه فيديوجرافز على الكيس. طبعا هنا واضح ان اللي بصوا شايفين الاروجن وصل للبالب ازاي، يعني احنا لازم نعمل له بالب تريتمنت على طول. طبعا احنا هنا بنعتمد على انه لازم يمضي كونسنت، طبعا مش هنا مش الولد هو اللي مضى، طبعا هنا الام او الاهل هم اللي مضوا الكونسنت. سبيشال كير دنتستري ما ينفعش ابدا 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 بدون كونسنت، بليز اتس فيري فيري امبورتنت ان انت لو هتشتغل سبيشال كير دنتستري، او لو انت خلاص جات لك اي حاله ليها علاقه بسبيشال كير، من فضلك لازم تاخد كونسنت من الشخص نفسه. لو هو مثلا اوبيز، الشخص الاوبيز عادي يقدر ان هو يمضي الكونسنت لنفسه، الشخص الفيزيكال ديسابيليتي يقدر برضه يملك كونسنت لنفسه، لكن غير كده لازم يمضي الكونسنت الشخص الكير جيفر او الشخص اللي هو المسؤول عنه. ادي الكيس، عملناها في 10 appointments، عشان كده قلت لكم في الاول خالص ان هو قاعد معانا فتره طويله شويه. طبعا الكيس زي دي كانت لازم تحتاج حاجه اسمها كوجنيتيف بيهيفير ثيرابي، او علاج بالسي بي تي، ان احنا ازاي بنعالجه علشان الولد يبدا ان هو يقعد الى مرحله الكوجنيتيف بيهيفير. اول فيزيت عملنا له اسسمنت تمام، واخذنا منه كومبليت هيستوري، consultation with the physician, oral hygiene instructions. دي حاجة مهمة جدا 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 جدا. احنا في العيادة عندنا أوضة كاملة اسمها oral health awareness. Second visit عملنا له scaling و polishing، وعملنا له fluoride application عشان تهدي شوية من السنسيتيفيتي الموجودة. في الثيرد والفورث والفيفث والسيكس فيزيت عملنا له بالبكتومي تو دي والاي، ابر ولور، لايت وليفت، ابر ولور، لايت وليفت. السفن فيزيت عملنا له بالبكتومي تو سيكس انتيريرز، احنا خدنا السيكس انتيريرز على طول مع بعض. طبعا عملنا له بالبكتومي، احنا دايما مفضل يعني لو انت هتعمل فول بالبكتومي يا تحط زينك اوكسيد جنون عادي زي الطبيعي، لو انت هتعمل بالبوتمي يا ريت تعمل بي ام تي اي علشان تضمن الكيس او سكسس ريت بتاع الكيس يبقى كويس.
في التامن فيزيت عملنا له زيركونيا كراون. على فكره دي بعد ما الصوره دي بعد ما حطينا له الزيركونيا كراونز على طول، عشان كده يمكن تلاقوا شويه فيها شويه قديمه بسيطه قوي. واحنا معانا كيس، معانا صور فولو اب افتر 1 يير كمان من الكيس دي، 6 مانس و 1 يير. تمام. بعد كده لازم نمشيه، حاجه مهمه جدا 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 عندنا، لازم نمشيه على ريجولر تشيك اب افري 3 مانس. طبعا احنا عملنا له الرجل تشيك اب ده ات سبيشال كير سنتر وذ لوكال دنتست، عادي جدا ما احتاجناش اي حاجه. جينا هنا لحاجه مهمه قوي 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 قوي. زي ما قلت لكم انه انا في الكيس مش معتمد اكتر ان انا اقعد اشرح لك ازاي تعمل بالبوتومي، ازاي تعمل بالبيكتومي، كل دكاتره البيد يقدروا يقولوا لك ده. انا بعتمد اكتر ان انا اشرح لك ازاي تقبل حاله سبيشال كير، ازاي ان انت بتبدا ان انت تعالجها. اعرف بس التيبس المبدئيه واعرف التريكس واعرف سبيشال كير دنتست ايه السيرفيس اللي بتقدمها كلها، من ميديكال كومبرومايز، من منتل، من فيزيكال ديسابيليتي، من بلاس سايز بيشنتس، من دنتال فوبيك. وبعد كده ابدا اشتغل، ولو احتجت اي مساعده هنا بقى كل المساعده. هنا دي زي ما قلت لكم دي العرب Society for Disability and Oral Health. It's very 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 important. دي تقريبا أحلى حاجة ممكن تكون حصلت الفترة الأخيرة، إنه إحنا عملنا جمعية العربية للرعاية الخاصة وصحة الفم. الجمعية دي هدفها الأول والأخير إن هي إزاي إن أنت تستفيد بإزاي تحول كل General Dentist إلى Special Care Dentist، مش بالSpeciality بس على الأقل بالIntention، على الأقل إن إحنا نقدر كلنا نساعد بعض. فيها الويب سايت، فيها تكست بوكس، فيها ارتكلز، تقدر ان انت بسهوله جدا تجوين بممبرشيب، تقدر ان انت بسهوله قوي تعرف كل الكونفرنسز اللي بتتعمل ريكوردينج فور سبيشال كير دنتستي. بنعمل سيمينارز ويبينارز، تقدر ان انت لو انت فيري انترست ان سبيشال كير، او لو انت حتى عندك انتنشن ان انت تعالج سبيشال كير، هتقدر ان انت بسهوله جدا توصل لنا. هنا في دكتور، في دكاتره كتيره جدا، في أنا من مصر، دكتورة هبة من السعودية، دكتور إلهام إمارات، دكتور شادي برضو من الإمارات، دكتور أحمد، دكتور محمد ده البريزدنت بتاعنا من لبنان، دكتور يازن أردن، دكتور لاما، دكتور سارة سودان، هتلاقوا دكتورة نادية، دكتور نور، دكتور حسين، هتلاقوا مجموعة كبيرة جدا جدا. أتمنى أني ما كنش نسيت حد. هتلاقوا مجموعة كبيرة كبيرة جدا جدا من الدكاترة. بقالي ساعة بتكلم، فطبعا هتلاقوا مجموعة كبيرة جدا جدا من الدكاترة في كل الوطن العربي، تقدر ان هي تقدم لك المساعدة، وتقدر ان هي تقدم لك ان انت ازاي، ودكتورة ذكرى طبعا اكيد مش هقدر انساها، تقدم لك ازاي ان انت بكل المعلومات الوفيرة فور سبيشال كير. هذه الريفرنس اللي انا استخدمتها، ودي اول صورة دي في اولمبيك جيمز. زي ما قلت لكم لو اي حد عايز يكون فولنتير في سبيشال اولمبيكس يبعت لي، دي حاجة احنا هننبسط بيها قوي، يعني هيعدي بشوية كريتيريا كده بس ان شاء الله يتقبل. تاني صورة دي هي دي صورة الارب سوسايتي فور ديسابيليتي، دي فيها كل الممبرز زي ما قلت لكم، دكتورة ذكرى، دكتور شادي، دكتور محمد، دكتور يزن، دكتور حسين، دكتور حسن، دكتور نادية، دكتورة نور، دكتورة إلهام، دكتورة هبة، وكان معانا ساعتها دكتور نادية، وكان معانا ساعتها بروفيسور ألان وبروفيسور ستيف، دول برضو كانوا مسؤولين عن سبيشال أولمبيكس. الولد ده اللي تحت اللي هو ماسك النجمة ده، أنا حطت لكم ليه صورته عشان أقول لكم إنه ده ولد عنده سي بي، الولد ده عنده شلل دماغي. الولد ده النهاردة اتخرج السنة دي من كلية صيدلة، he is pharmacist now. البنوتة دي داون سيندروم، البنت دي physical disability، عندها بس مجرد إنه هي قاعدة على ويل تشير، غير كده ما عندهاش أي حاجة تاني. ده اللوجو بتاع العيادة special care dentist دكتور ماجي هاني. ده you can very easily to contact me عن طريق اعمل سكان للكود ده بليز، هتلاقي فيه كل السوشيال ميديا، وهتلاقي فيه الويب سايت مليان كل الارتكلز ومليان كل
مليان كل التكست بوكس، تقدر انت بسهولة جدا تتابع كل الحاجات اللي انت عايز تعرفها. اتمنى تكون اللكتشر فادتكو. بليز 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 ان انتوا اوعوا تنسوا دكتور هبة. انا هقول لكم بالظبط، انا سايبه لكم السكان دلوقتي بس كده فور 2 مينيتس، تقدروا تعرفوا بيه ازاي ان انتوا سواء ان انتوا يعني تكونتاكت مي او تكونتاكت الجمعيه نفسها. دكتورة هبة هتكون يوم 20 الساعة 6. Please don't miss part 2 from special care dentistry عشان تعرف أكتر إيه هي special care dentistry وتعرف أكتر السيرفيس اللي بنقدمها. Thank you. أتمنى تكون اللكتشر عجبتكم. هستنى منكم كل الفيدباكس وأستنى منكم كل الكويستشنز if you have a question. Thank you. السلام عليكم، اهلا بكم طلبة وطالبات طب الفم والاسنان من كل مكان. احنا Live to Give Family عبارة عن تيم تطوعي من كافة جامعات مصر، وهدفنا هو مساعدة وتطوير طلاب طب الفم والاسنان من كل مكان، وده بيكون عن طريق اننا بنعمل مقالات بسيطة في مجالات ومواد طب الاسنان، وده بيكون على صفحتنا على الفيسبوك او عن طريق الكورسات المتنوعة والمجانية والمخفضة واللي بتشمل احيانا طلبة غير طلبة اسنان، وهنساعدك توصل لكتب وهندات وفيديوهات شرح لكل مواد طب الفم والاسنان. طب هتوصل للبوت بتاعنا ازاي؟ طريق انك تكتب في البحث طب اسنان بوت، هتبدأ بالضغط على الزرار هتظهر لك القائمة اللي فيها الداتا وطرق التواصل معانا. كمان تقدر تختار سنتك الدراسية ومنها المادة اللي عاوزها، وهتلاقي كل حاجة عنها من محاضرات وفيديوهات شرح للنظري والعملي من دكاترة متخصصين وأسئلة عليهم، وكمان امتحانات وكورسات ليهم. وفي الأيام دي بنقدم لكم النسخة الرابعة المجانية من أول وأكبر مؤتمر أونلاين للعروض الحية والحالات العملية. Empower Your Knowledge Free Online Dental Conference نقدم ليكم من نخبة من كبار أساتذة طب الفم والأسنان في مصر والعالم تحت شعار خليك updated. لكل أطباء الأسنان وطلبة الجامعات في مصر والعالم بنقدم لكم أكثر من 40 محاضرة متميزة في جميع مجالات طب الفم والأسنان. Basic Lectures Advanced Lectures Live Demo Clinical Cases. وبدايتنا هتكون من 14 سبتمبر إلى 24 سبتمبر، وهيكون في هدايا وسحوبات يومية كتير. Powered by ISOD Live to Give. خير الناس أنفعهم للناس.